الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارين المحترمين، سيدات والسادة أعضاء فريق الحركة، نشكركم على طرح هذا السؤال. بداية بغيت نذكر بأن الحكومة تسعى دائما للعمل على تطوير قطاع النقل الجوي ببلادنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعموم المسافرين. كيف شرتم له في السؤال ديالكم، قطاع النقل الجوي تأثر جدا من تداعيات جائحة كورونا، الشيء اللي أثر سلبا على التوازنات المالية لا بالنسبة للشركة ديال الخطوط الملكية المغربية ولا بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات. وعلى غرار ما اتخذته العديد من الدول بالنسبة لشركة النقل الجوي، تدخلت الدولة من أجل إعادة هيكلة رأس المال ديال شركة الخطوط الملكية حفاظا على توازناتها المالية. ومن جهتها قامت الشركة بعدد من الإجراءات، من بينها ملائمة العروض المقدمة مع إرساء منهجية في التدبير والبرمجة تضمن المزيد من المرونة والتنافسية. بالنسبة للخدمات المطارية، ورغم تأثير الجائحة على موارد المكتب الوطني للمطارات، واصل المكتب إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة همت بناء محطات جوية جديدة وتوسيع أخرى، وقد مكن ذلك من رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة اللي صبح اليوم تينهز 40 مليون مسافر سنويا. وفي انتظار عملية توسيع مطارات طنجة وأكادير ومراكش، تقوم المكتب بإنجاز مجموعة من الإجراءات من شأنها تخفف من الضغط عن المحطات ديال المطارية الحالية. أما فيما يخص النقل الجوي الداخلي، عملت الوزارة على مواصلة العمل باتفاقية الشراكة بين الدولة ومجالس الجهات وشركة الخطوط الملكية المغربية اللي مكن سنة 2019 من نقل حوالي 3 ملايين المسافرين. بعد إعادة تشغيل ديال الخطوط الجوية الداخلية، عرفت سنة 2021 استرجاع حوالي 53% من حركة النقل الجوي الداخلي مقارنة مع 2019، ومن المنتظر أن تسجل هذه النسبة استرجاعا قدره 75% هذه السنة. وشكراً.